السيدات والسادة، مساء الخير. أصبحت المعلومات في السنوات الأخيرة ضرورة حياة. الأرقام والإحصاءات باتت لغة عالمية وكلمة السر في النجاح والتقدم. لا غنى للشعوب عن المعلومات وهي تخطط لمشروعاتها وتضع رؤيتها للمستقبل. الأمم تواجه المشاكل وتحديات التنمية بالأرقام وبالمعلومات وباستطلاعات الرأي وبالإحصاءات، فلا استثمار أفضل للموارد ولا استغلال أمثل للقوى البشرية إلا بالمعلومات السليمة، ولا قدرة على التوقع ومواجهة الأزمات إلا بالحقائق والمعلومات. صناعة المعلومات أصبحت في السنوات الأخيرة أغلى وأغنى صناعة في العالم. من يملك المعلومات يملك القوة والنفوذ والقدرة على التميز والإنجاز. اليوم نحن نستضيف واحداً من الخبراء الكبار في مجال صناعة المعلومات، كان لجهوده وخبرته في هذا الميدان بصمة كبيرة على العديد من المشروعات القومية، وأصبحت استطلاعات الرأي التي يشرف عليها رمزاً للمصداقية في قضايا السكان والتنمية. اليوم في حديثنا من مصر نسأل: أين نحن من هذه الصناعة الضخمة، صناعة القوة والتقدم، صناعة المعلومات؟ أهلا بكم. معي للحديث عن صناعة المعلومات ومستقبلها ودورها في عملية التنمية الأستاذ الدكتور ماجد عثمان، الخبير الدولي المعروف ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق. الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، خبير عالمي واسم مرموق في عالم تكنولوجيا المعلومات. حصل على بكالوريوس الإحصاء التطبيقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الإحصاء الطبي من جامعة كيس ويسترن ريزيرف بالولايات المتحدة. ترأس أكبر مركز متخصص في إجراء استطلاعات الرأي، وتولى مشروعات كبرى في مجالات الإحصاء والمعلومات والسكان والتنمية والصحة العامة. قدم دكتور عثمان العديد من الاستشارات الفنية لمؤسسات ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية، منها منتدى البحوث الاقتصادية، المركز الكندي الدولي لبحوث التنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة اليونيسف. تولى دكتور ماجد عثمان منصب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة من يناير 2005 إلى فبراير 2011، وأيضاً قام بالتدريس كأستاذ للإحصاء والمعلومات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. خلال مسيرته المهنية شارك دكتور عثمان في العديد من اللجان الوطنية بما فيها لجنة الشفافية والنزاهة ومجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ومجلس أمناء لجنة تقييم الأداء الإعلامي، وانتخب كأول رئيس للرابطة العربية لاستطلاعات الرأي العام. أثرى دكتور ماجد عثمان المكتبة الوطنية بالعديد من الكتب والدوريات الهامة، منها حالة السكان في مصر، الإحصاء في التربية وعلم النفس، والقوى العاملة في مصر. دكتور ماجد عثمان، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. انا الحقيقه هعود الى يعني جمله قيلت في المقدمه. حضرتك قلت وبتردد دايما، وانا اعتقد انها يعني مقوله معروفه عالميا ومصدق عليها جدا، ان من يملك المعلومات يملك القوه. بمعنى يعني انا بعتقد ان مصادر القوه في العالم متنوعه، لكن اكثر مصدر للقوه الان في السنوات اللي احنا بنعيشها هي المعلومات، لانه بدون معلومات لا يستطيع اي انسان فرد او حكومه او شركه او مؤسسه انها تتخذ قرار سليم. فبالتالي المعلومه مهمه جدا. اتخاذ قرار خطا تكلفته باهظه. والنجاح لا ياتي بالمصادفه، فاذا ما كانش الانسان او سواء كان مسؤول عن كيان كبير او كيان صغير، إذا ما كانش لديه تصور واضح، وهذا التصور زي ما بنقول مبني على قرائن،
فبيصبح النجاح بيأتي بالصدفة، ومفيش نجاح بيأتي بالصدفة. النجاح دائما بيبقى وليد لمثابرة ودراسة وفهم ورؤية وخطوات محددة، كل خطوة مبنية على الخطوة اللي قبليها، وكل خطوة فيها بتاخد الواحد في مسار مختلف. أيوة. يعني دائما بيكون في مسارات متعددة، يكون في بدائل، يكون في أولويات، يكون في قيود على أي قرار. فإن لم تكن معلومات متوفرة ودقيقة ومحدثة فبتتخذ قرارات خاطئة جدا. وإحنا شايفين في العالم حوالينا مثلا الفترة بتاعت كوفيد بقى ظهرت بعض المفاهيم اللي هي المعلومات المغلوطة والمعلومات الخاطئة. المغلوطة والخاطئة. والخاطئة. الفرق؟ هي ترجمة للكلمة الإنجليزية misinformation وdisinformation. فواحدة منهم اللي هي إن أنا بنشر معلومة خاطئة عن قصد لتحقيق فائدة أو ربح أو مصلحة أو الإضرار بمنافس إلى آخره. لكن في نوع كمان من المعلومات اللي هي المعلومات اللي بيتم اختلاقها بحسن نية، ودي شفناها وقت كوفيد. يعني تجدي حضرتك مثلا الناس بعت على الواتساب تقول علاج كوفيد ان احنا مش عارف نعمل كذا 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 كذا، ما تاخدش الدواء، ما تاخدش التطعيم، اعمل حاجة تانية، ولا توجد دراسات حواليها او قرائن او ادلة يمكن انها تكون حاسمة في هذا الموضوع. وهنا ده بيجعل الإنسان اليوم في ظل الغابة من المعلومات المتوفرة يصبح في حيرة من أمره، لأنه لابد أن هو يفرز هذه المعلومات وينتقي الحاجة السليمة منها. وده طبعا مش بالضرورة أن أي مواطن عادي يبقى قادر على عمله طبعا. يعني لازم يبص على المصادر ويتأكد منها. وفي طبعا شفنا كمان حاجات كتير متفبركة، يعني فيديوهات متفبركة لتصف واقعة معينة وتكون بتكلم عن واقعة أخرى خالص حصلت من عدة سنوات. فالحقيقة الإنسان اليوم أمامه كم ضخم جدا من المعلومات، في المقابل من 20 سنة ما كانش في معلومات، كان معلومات نادرة جدا بالذات يعني في الدول. يعني ساهمت يعني وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الحيرة كمان للمواطن. ده صحيح، وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كمان التكنولوجيا بكل ما فيها. يعني ان حضرتك النهارده ممكن تنزلي كتب كتيره تعملي لها داونلود مثلا، ده ما كانش متاح زمان، اوراق علميه الى اخره. فبقى فيه كم ضخم جدا من المعلومات، ويجب ان الانسان يبقى عنده القدره ان هو ينتقي ماذا يقرا وماذا يعني الحاجه اللي يبني عليها قرار الى اخره. فاصبحت العمليه معقده جدا، واصبح المعلوماتيه بقت فرع من فروع العلم اللي فيها تشابكات مع فروع اخرى، لكن فيها كمان فروع تفصيليه كثيره. هل في شعوب بطبعها بتهتم بالمعلومات وشعوب اخرى لا؟ يعني انا اعتقد انه الشعب المصري والشعوب العربيه بصفه عامه شعوب يغلب عليها الثقافه التقريبيه شويه. يعني دايما بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش عايز ابقى دقيق قوي، يعني هاجي لك بعد الظهر مثلا، اكلمك مش عارف بالليل يعني حاجات كده. بالليل ده بقى ممتد من امتى لامتى؟ مفيش الدقه في. ودي طبعا جزء من فكره المعلومه المحدده. انا اعتقد انه في شعوب بطبيعتها بتكون من النوع ده او من النوع ده. لكن كمان التعليم مهم، ومش التعليم بمعنى الشهاده. يعني يجب ان نفرق ما بين التعلم والحصول على شهاده. انا بتكلم على التعلم نفسه. التعلم لازم يكون مبني على تفكير علمي منطقي معتمد على المعلومات ومعتمد على القرائن، وليس معتمدا على الظن او التقريب او التصورات او الخزعبلات الى اخره. يعني استقبال بعض الشعوب للاشاعات مختلف. صحيح صحيح. كيف ياتي هذا الاختلاف؟ يعني انا اعتقد انه اذا الواحد سمع اي خبر واول حاجه يعملها ان هو يعمله شيرنج، يشيره مع كل معلومه. في ناس بتشير مع كل الناس الموجوده معاها على الموبايل، يعني بغض النظر هو بيشير ايه. وفي بعض الاحيان بتكون معلومه خاطئه وبتنتشر بشكل كبير جدا، وفي بعض الناس يقول لك ازاي ده جات لي من 10 مصادر. يعني العشر مصادر فتصبح اقرب الى الحقيقه. اقرب يعني. الى الحقيقه. فاحنا بنكسب المعلومه الخاطئه بنكسبها رداء مختلف، رداء حقيقي في حين هي غير حقيقيه. وده يمكن ان يؤدي لمشاكل كثيره جدا
في معرفة الشعوب كمان، لأنه يعني بتستقر بعض المعارف الخاطئة في حتى مش بس في النواحي السياسية، لكن حتى في الغذاء مثلا، في الأدوية، في البتاع، بنجد إن في كم ضخم جدا من الناس اللي بتعيد إرسال معلومات غير موثقة وغير متأكدة منها، وقد تكون ضارة فعلا. قد تكون ضارة. حضرتك درست إحصاء في كلية الاقتصاد علوم سياسية. أيوة. وأعتقد أنه في هذه الفترة كان الإحصاء ده مجال جديد نوعا ما في كليات الجامعة. صحيح. ثم تخصصت في الإحصاء الطبي. أيوة. في لندن. يعني كيف جاءت هذه يعني ايه احصاء طبي؟ يعني هو الاحصاء الطبي هو احد فروع يعني الاحصاء التطبيقي. ففي عاده في مرحله البكالوريوس الواحد بياخد احصاء تطبيقي، وبعدين في الدراسات العليا بيدخل في تخصص اكثر دقه. فالتخصص اللي كان دقيق اللي يعني فكرت ان انا ادرسه، وانا كنت بدرس احصاء سكاني وصحي اللي هو بيطلق عليه الاحصاء الصحي، فده مثلا مسببات الامراض، مسببات الوفيات، مده البقاء على قيد الحياه بعد مرض معين او بعد اجراء عمليه معينه، هي دي كل الحاجات اللي عاده بيتم تناولها بنماذج رياضيه معينه في مجال الاحصاء الطبي. لكن هو بصفه عامه الاحصاء التطبيقي المجالات المختلفه بتاعته بتتقارب من ناحيه المنهجيات اللي الواحد بيستخدمها، فبالتالي هي بتدي تخصص في فرع معين، ولكن هي بتدي فهم متكامل لعلم الإحصاء اللي هو أصبح بيدخل في تخصصات كثيرة في كل شيء الحقيقة، في العلوم السياسية وفي طبعا الطبيعة والكيمياء وفي الطب وفي علم الاجتماع وفي علم النفس، يعني في كل الفروع. طيب بمناسبة الإحصاءات وبمناسبة المعلومات، حضرتك كنت رئيس في فترة من الفترات لمركز دعم القرار. يعني أعتقد أن في ناس كتير ما تعرفش كيف تدور المسألة داخل هذا المركز، وهو موجود حاليا في حياتنا وله إسهاماته. يعني صحيح، هو المركز ده أنشئ في 1985، وهو فكرة من وجهة نظري فكرة عبقرية. يعني من أسسوه في هذا الوقت قرروا أن هم أو أدركوا أنه القرارات بتؤخذ في مصر بدون معلومات كافية. أيوه. فبالتالي لازم يكون في مركز، وهذا المركز كان تابع لرئيس الوزراء على اعتبار أنه مجلس الوزراء هو اللي بياخد قرارات كثيرة تنفيذية، فبالتالي من المهم أن يكون لدى هذا الكيان الهام جدا هو مجلس الوزراء يكون لديه زي مركز فكر، بس يكون مركز الفكر ده بيكون قائم على المعلومات ويوفر المعلومات لمتخذ القرار. على سبيل المثال مثلا الدعم، قضية الدعم دي قضية موجودة منذ سنوات طويلة جدا، لكن ايه المعلومات المحيطة بها اللي يجب ان يكون امام اي متخذ قرار؟ تكلفة الدعم قد ايه؟ طيب رفع الدعم هيؤدي الى ايه؟ طيب أدعم أني سلعة وما أدعمش أني سلعة؟ طب لو دعمت السلعة دي، طيب هي سلعة مستوردة ولا سلعة محلية؟ طب لو كانت مستوردة، طيب لو الأسعار ارتفعت، طب إزاي هلتزم بيها والأسعار ترتفع بالدولار وفاتورة التصدير تبقى والاستيراد هيبقى شكلها إيه؟ ففي كثير من المعلومات المهمة مفروض الدولة تدعم كم في المية من الأسر؟ هل من المنطقي ان احنا ندعم 90% من الاسر ولا ندعم 60%؟ طيب الوفر في الدعم من 90% ل 60% ده، يعني كل هذه الحسابات والتقديرات تتم في ذلك المركز. من هنا ايضا كان اسمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. هو على فكره مش بالضروره انها تتم داخل المركز، يعني ممكن يكون في اجزاء مختلفه بتيجي من حتت مختلفه. يعني لكن من خلال المركز. الحقيقه انا بتكلم في المعلومات على انها في زي يعني مراتب معينه، يعني زي بالظبط ما انه في قماش والقماش ده بيفصل الى ملابس، القماش قبل كده كان غزل وقبل كده كان قطن مثلا او صوف الى اخره، ففي مراحل مختلفه. فالمعلومات يعني احنا عندنا طبعا الجهاز المركزي التابع للعامة والاحصاء هو اللي بيصدر المعلومات الخام اللي بتغطي كل حاجه، لكن المعلومه الخام دي ما تنفعش لمتخذ القرار، متخذ القرار لازم يحطها في سياق معين. فالمركز كان بيقوم بهذه المهمه، ياخد المعلومات مثلا من جهاز مركزي التابع للعامة والاحصاء، من البنك المركزي، من وزارات اخرى، ويعمل منها زي قصة كده لمتخذ القرار، بحيث انه تكلفة هذا القرار
مكوناتها هي كذا وكذا وكذا، وهناك بدائل ممكن تاخد بديل واحد أو اثنين أو ثلاثة، وكل واحد له تكلفة وله عائد، فبيبقى متخذ القرار قدامه زي بدائل مرتبطة بتكلفة وعائد، فيقدر يقرر بسهولة. لكن لو مجرد أنه في بدائل الناس تقعد تفكر فيها بدون ما يكون قدامها معلومات، بيبقى طبعا اتخاذ القرار عملية قد تكون يعني مضرة جدا بالصالح العام. طيب يعني من جهة أخرى حضرتك حاليا لك مركز آخر هو أيضا مركز استطلاعات و يعني التعامل مع الناس في آراء كثيرة اللي هو بصيرة. بصيرة يعني. هو المركز ده الحقيقة أنا عندما خرجت من الحكومة في منتصف 2011، فالحاجة اللي كانت دايما نفسي أن أنا أعملها وأنا في مركز المعلومات، كنت أقول لما تقاعد أعمل مركز لاستطلاعات الرأي يكون خاص. وفكرة الخاص مش تحقيق ربح، طبعا دي ما هيش الحاجة اللي بتحقق ربح يعني كبير، لكن الفكرة أنه المركز استطلاعات الرأي الخاص بيكون مستقل عن الحكومة، فبالتالي بيبقى أنا من وجهة نظري أنه في استطلاعات رأي يجب أن تتم داخل مركز حكومي، وفي استطلاعات رأي أخرى يجب أن تتم خارجه. اللي بتتم داخله هي الحاجة اللي بتساند اتخاذ القرار في الحكومة، بحيث أنها تبقى عارفة الناس عايزة إيه، أو الناس مش مبسوطة من إيه أو مبسوطة من إيه لأخر، عشان تاخد هذا في الاعتبار في عملية القرار. لكن المركز المستقل ممكن يقيم أداء الخدمات مثلا، لكن مش هينفع أنه المركز الحكومي يقيم الحكومة، أو المركز الحكومي يقول فيه يعني فساد. يعني لابد من جهة أخرى، من طرف آخر على أساس تحقيق نوع من الحيادية. من الحيادية بالضبط. وده اللي سائد في العالم كله يعني. في العالم كله ما حدش بيعتمد في مثلا تقييم الخدمات الحكومية على مركز حكومي. أيوه. لأنه في تعارض مصالح. أيوه. يعني أيوه. وفي حرج يعني أنه مركز حكومي يطلع يقول ده الحكومة مثلا في أخطاء هنا أو في سوء أداء في الحتة دي، هتبقى فيها حرج يعني. فبالتالي دايما الناس بتلجأ لمراكز مستقلة عشان تقول هذا التقييم. يعني مركز بصيرة، مركز مستقل. مركز مستقل، مركز خاص، شركة خاصة يعني، شركة مساهمة خاصة ولها مجلس إدارة، كلهم ناس مستقلين. طب النتائج التي تصدر عن مركز بصيرة أين تذهب؟ يعني إحنا لأننا مركز مستقل وهدفنا هو أن إحنا نوصل المعلومات للمواطنين كلهم بدون أي تمييز، فإحنا بنرسل كل نتائجنا لوسائل إعلام، لكل وسائل إعلام بدون استثناء. وإحنا بنتوقع أن وسائل إعلام إذا وجدت أن هذه النتائج شايفة أنها مهمة أو لها أهمية خاصة فبتنشرها، فبالتالي بتتاح من خلال وسائل الإعلام لكل المواطنين على قدم مساواه في نفس اللحظة. طب هل يكفي النشر؟ أم أن النشر يعني يحتاج عادة لنوع من أنواع الشرح؟ هقول لحضرتك، هو يعني في حاجات طبعا بتبقى الحيادية تتطلب أن احنا نترك الرقم كما هو. يعني مثلا لما تيجي حضرتك تقولي لي هو الناس راضية عن خدمات الحكومية ولا لا، فأقول لك مثلا الناس راضية كذا في المية راضين عن الخدمة المعينة. أنا هنا ما بشرحش، لأنه أنا بحط الخدمات كلها وأقول درجة الرضا رأي الناس إيه فيها، وبيبقى واضح أنه في خدمة معينة درجة الرضا أعلى من خدمة أخرى بدون شرح أو بدون أي نوع من، لأنه الحاجة واضحة. لكن في بعض الحاجات قد تكون تحتاج إلى توضيح. يعني مثلا إحنا كان عندنا بعض الدراسات عن تقييم تجربة إصلاح التعليم، فهنا لازم نوضح مثلا احنا بنتكلم على اني مرحلة تعليمية، بنتكلم على الدراسة دي هدفها ايه، الاسئلة اللي اتسألت للطلبة ولا للمعلمين ولا للأولياء الامور الى اخره، بتبقى عايزة بعض الشرح. فلازم طبعا نعمل هذا الشرح، لكن احنا بنحاول ان احنا ما نحطش تفسيرات، لان التفسيرات عادة بتكون ذاتية. يعني لما اقول لحضرتك 50% موافقين على كذا، دي حقيقة مطلقة كده، لكن لما أقول لك أصل هم موافقين عشان كذا، لو كان حصل كذا كان حيوافقوا أكتر إلى آخره، فهنا أنا دخلت في التفسيرات. والتفسيرات إحنا بنحاول إحنا نبتعد عنها ونتركها للناس اللي بيناقشوا أي موضوع، هم اللي يحطوا التفسيرات بس يعني عشان ما نبقاش متحيزين. نسبة الموافقة مهمة طبعا، وسبب الموافقة نوع من التحليل مهم.
بالزبط. يعني مش مجرد المعلومة أنه في 30% موافقين و70% مش موافقين. يعني إحنا في بعض الأحيان بنسأل سؤال نقول طب أنت موافق ليه؟ أو أنت مثلا الخدمة دي مش عاجبك ليه؟ بس إحنا بنحاول إحنا نعكس اللي بيتقال بالظبط. يعني زي بالظبط حضرتك الترمومتر، يعني الترمومتر بيقول درجة حرارة الشخص كذا 37 درجة 38 إلى آخره، لكن احنا ما بنوصفش لا العلاج ولا بنشرح المرض، احنا مجرد بنوصف بناخد صوره كده. طيب صورة هذا من جانبكم كمركز خاص، وهناك مركز عام او مركز حكومي. ماذا عن الناس نفسهم في مصر؟ يعني لما بيسالوا مدى الصدق او الثقه فيما يعني يجيبون به؟ دي نقطه مهمه جدا، لانه في عادة الواحد لما يجي يعمل أي استطلاع رأي صياغة السؤال مهمة جدا، والسؤال إذا كان بيتناول قضية الناس خايفة تجاوب عليها أو الناس بتتحرج أنها تقول رأيها فيها، عادة الإجابة لا تكون صادقة 100%. يعني مش كل الناس بيقولوا إجابات صادقة إذا كان السؤال، إذا كان الموضوع السؤال نفسه خايفين يجاوبوا عليه. أيوة. أو خايفين إن هم يقولوا رأيهم فيه لأنه مثلا بيتعارض مع أو بيظنوا إن هم بيتعارض مع القيم، مع رأي ديني إلى آخره. فعادة في المساحات دي ما نعملش فيها استطلاعات رأي لأنه مش هنوصل لإجابة سليمة، وربما يكون نشر مثل هذه النتائج بيضلل الجمهور العام أكتر، لأنه ما بيقدرش يقيس المساحة أو الحجم بتاع عدم الصدق في الإجابة بالأسئلة. ودي طبعا نقطة مهمة جدا ويجب أن نكون حذرين فيها، ويجب أن ودي يعني هو ده الفن بتاع قياس الرأي العام، إن احنا يعني زي ما هو في علم لكن في فن كمان، إنه لازم ناخد بالنا إن احنا نقيس الحاجة اللي فعلا يمكن قياسها، ما نقيس حاجة. وفي طبعا أمثلة كثيرة يعني في العالم كله في الجزئية دي، وفي منهجات كثيره لتدريب الباحث على ان هو يسال السؤال بالطريقه الصح، وصياغه الاسئله لازم نجربها الاول، ما نعملهاش على طيب طول. طيب من ناحيه اخرى، يعني انا كمواطن عشان يعني اجيب عن سؤال ما، عن راي في شيء ما، لابد ان يتوفر لدي حد ما من المعلومات. صحيح. يعني من هنا بسال حضرتك، هل نحن فعلا في مصر محتاجين لقانون لتنظيم تداول المعلومات؟ والله دي نقطة مهمة. هو النقطة المهمة يعني إيه تنظيم؟ لأنه قد يكون التنظيم هو تضييق، وقد يكون التنظيم هو توسيع، أو يعني بمعنى بسيط إتاحة. يعني أنا عايز أقول إنه يعني يجب أن ننظر للإتاحة من منطلق إنه المعلومة بتمكن المواطن. أي فإذا كنا عايزين نمكن المواطن، نمكنه اقتصاديا، يعني أنا هقول لحضرتك مثال بسيط. مثلا يعني الناس اللي بتشتغل في مشروعات صغيرة، لو كان ما عندهاش المعلومات الكافية ممكن تتخذ قرارات خاطئة، والمشروع الصغير لا يستطيع أن يتحمل قرار خاطئ. أو يعني أن المشروع الكبير ممكن يتحمل، لكن المشروع الصغير لا يتحمل قرار. صحيح. هيفلس على طول. فهنا عشان كده بقول إنه المعلومات دي حاجة ممكنة للمواطن، سواء اقتصاديا او سياسيا او اجتماعيا او ثقافيا، الناحيه البيئيه الى اخره، يعني في حاجات كثيره جدا. ففكره الاتاحه يعني انا متفق فيها تمام، لابد من اتاحه كل المعلومات لكل الناس، وما نقولش ان احنا بنقيد الاتاحه لاي سبب من الاسباب. طبعا في ضوابط، واحنا عندنا الماده 68 في الدستور المتعلقه ب حرية تداول المعلومات، مادة متقدمة جدا. أيوة. ويعني أنا بحيي طبعا كل من كان مسؤول عن هذه المادة وعلى الوصول بها لهذه المرحلة. في ناس كتير بتقول طيب عايزين نعمل قانون يعني يحول هذه المادة إلى واقع فعلي. أنا وجهة نظري أنه إحنا ما عندناش قانون لحرية تداول المعلومات. في دول كثيرة عندها في العالم قانون حرية. أنا وجهة نظري إذا كان القانون اللي هيصدر هيكون مقيد للمعلومات بلاش، يعني عشان المعلومات دي ممكنة للمواطن، فأنا مش عايز أحط قيود تمنع تمكين المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا إلى آخره. فبالتالي يعني من وجهة نظري روح القانون بتاع حرية تداول المعلومات
انه تبقى كل الاجهزه، وانا بتكلم هنا على الاجهزه الحكوميه بالدرجه الاولى، انها تتيح المعلومات اللي المواطن يحتاجها. وتتيح المعلومات اللي المواطن قد لا يحتاجها لكن ممكن يستفيد بيها في ان هو يعمل حاجه اضافيه تكون مفيده للبلد للمجتمع ككل. لانه مش بالضروره انه ان انا احدد للمواطن هو عايز ايه، يعني لازم كل المعلومات تبقى متاحه، والمواطن بدرجات مختلفه فئات مختلفه بتتعامل مع هذه المعلومات بطريقه ايجابيه. فانا لست من انصار تقييد المعلومات لاي سبب من الاسباب، طبعا في ضوابط معينه متعلقه بالامن القومي ومتعلقه ب يعني في ضوابط مؤكد لابد من مراعاتها مذكوره في في الدستور على فكره، في الماده يعني هي على وجه التحديد الحاجات المرتبطه بالامن القومي. وهنا عايز افرق بين الجهات والقضايا بتاعت الامن القومي، يعني احنا عاده بنتصور انه عشان نحافظ على الامن القومي فاي معلومه مرتبطه ب وزارة كذا وكذا وكذا تبقى غير متاحة، في حين أنه مثلا في حاجات قد تكون متعلقة بمحاضر اجتماعات سفير مصر في دولة معينة مع مثلا بعض المسؤولين، قد تكون دي معلومات سرية يعني يجب الحفاظ على سريتها. لكن كمان اللي ذكر في المادة 68 في الدستور أنه إحنا ذكرنا أنه الوثائق لازم يكون لها عمر معين، يعني الوثيقه دي ممكن تفضل يعني سريه، يعني تكون سريه لمده 50 ثم سنة. يتاح نشرها 10 سنوات على حسب يعني اهميتها. لكن بغض النظر عن الوثائق انا بتكلم عن المعلومات والاحصاءات اللي هي ممكن تكون مفيده جدا للمواطن، يجب عدم وضع اي قيود عليها لانها دي يعني زي ما بيقولوا دي ملكيه عامه. ولا وخصوصا انها ممكن انها تبقى يعني في مواجهه معلومات مغلوطه لابد من مواجهتها، فهي معلومه تجاه يعني معلومة. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا بجد إن في كثير من الإنجازات اللي بتحدث لأنه ما فيش توثيق كافي لها، فمحدش قادر يتكلم عليها بشكل مبني على القرائن. أيوه يعني في أمثلة كثيرة، يعني الحقيقة حاجات ممكن تكون إيجابية جدا لكن الواحد يبحث عن معلومات عليها ما يلاقيهاش لأنه الجهة الإدارية أو الجهة التنفيذية مش مهتمة إنها تطلع هذه المعلومات. فأنا بعتقد مهم إن إحنا ننظر لموضوع المعلومات ونتذكر دايماً إنه المقولة اللي بتتقال إنه الديتا هي النيو أويل، يعني هي النفط الجديد. يعني هي البترول زي البترول جديد نفط جديد. فكمية المعلومات الموجودة عندنا تنظيمها واستخدامها في بناء كثير من الأمور قد يكون في حد ذاته هو مولد للثروة في حد ذاته. صحيح. ويعني في امثله كثيره ممكن واحد يقولها، انه مثلا في دراسات بتقول ان صناعه السيارات في المانيا، طبعا شركات السيارات اول حاجه بتكسب منها هي انها تبيع العربيه، وبعد كده بتبيع قطع الغيار. بقى بيتقال انه في سنه 2040 هيبقى العائد من المعلومات في صناعه السيارات هيكون هو رقم 2 مش بيع قطع الغيار. ليه؟ لانه في كل العربيات الجديده في مجسات معينه في سنسورز بتطلع معلومات، والمعلومات دي ممكن استخدامها في حاجات كثيره جدا متعلقه مثلا بتسويق المنتجات، بالحاجات البيئيه، بحاجات صناعيه، بحاجات زراعيه. يعني ثروه بتولد ثروه اخرى يعني. فمش لازم ننظر المعلومات بتخوف، بالعكس لازم ان احنا نتيحها. ولازم نعرف كمان انه المعلومات بيتم قياسها في العالم بطرق كثيره جدا، فما نحرمش نفسنا ونترك للآخرين قياس المعلومات علينا وما تبقاش موجودة عندنا تبقى موجودة عند آخرين. صحيح. للحوار بقي فاصل قصير، نعود بعده لنواصل حديثنا مع الأستاذ الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق.
دكتور ماجد، لحضرتك كتاب عن حالة السكان في مصر. أيوة. أنت مهتم بهذا الموضوع. أولا لماذا وكيف ترى؟ يعني أنا بعتقد أنه قضية السكان هي قضية محورية جدا في مصر، لأنه الزيادة السكانية اللي حصلت في مصر في منذ 1950 لغاية الفترة الحالية هي زيادة كبيرة جدا، ببساطة جدا أنها بتأكل كل ثمار العمل الجاد التنموي. أيوة. اللي ممكن أنه هو يجيب نتيجة والناس تشعر به. لما حضرتك تتصوري مثلا أنه إحنا سنة 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون، وإحنا النهاردة بنتكلم على أكثر من 100 مليون، فإحنا تضاعفنا 5 مرات في خلال 70 سنة. ده في دول كتيرة ما حصلش فيها كده، بالعكس في دول كتيرة انخفض عدد سكان. معدل الزيادة اللي بيحصل في مصر في السنوات الماضية كان كبير. لما احنا نتصور ان احنا عندنا 2.5 مليون مولود سنويا. ده حجم دول. صحيح السنتين ثلاثة اللي فاتوا ابتدى المعدل ينخفض، بس لازلنا في مرحلة خطر. ليه مرحلة خطر؟ لانه مثلا انا بعتقد انه احسن مشروع يعني تم تناوله في الفترة الماضية هي مشروع اصلاح التعليم، بغض النظر حتى لو البعض اختلف مع التفاصيل، لكن فكرة إصلاح التعليم عملية مهمة جدا، لكنها بتتم في الوقت اللي أكبر عدد من المواليد بيدخلوا المدرسة. فبالتالي لو كان العدد ده أقل من كده كان هيبقى كثافة الفصل أقل، مستوى التعليم أعلى وأفضل، كثافة الفصل أقل، وأي إصلاح يكون أسهل. فبالتالي ده منعكس على التعليم، لكن منعكس كمان على الصحة، ومنعكس على المساكن، منعكس على الأرض الزراعية، البناء على الأرض الزراعية، الاستيراد، القمح إلى آخره. ده كل ده مرتبط بعدد السكان. فبالتالي الوضع وهي كلها يعني في عداد المعوقات. المعوقات بالظبط. طيب اذا رد احد مثلا وقال طيب احنا عندنا فعلا عدد مواليد كتير جدا سنويا، عدد سكان مصر ارتفع كبير جدا، لكن النسبه الاكبر منه شباب. بعض الدول استفادت من وجود هذا العدد الكبير من الشباب في يعني في التعليم وفي الأعمال الإنتاجية وفي يعني ناتج الثروة. صحيح. يعني أنا عايز أقول إنه هذا الكلام صحيح، ولكن يعني مهم إن يكون الشباب دول متعلمين كويس، صحيح، صحتهم كويسة، فيقوموا يبقى إنتاجيتهم عالية، لأن اللي يهمني في الآخر هو الإنتاجية، يعني إنتاجية المواطن المصري، وبتكلم على الشباب على وجه التحديد شكلها إيه. لو كان اتعلم تعليم جيد مؤكد هتبقى كلامي عن الزياده السكانيه بسحبه واعتذر عنه. لكن المشكله هي ان احنا في حلقه مفرغه. انا عشان اعلم الناس دول تعليم كويس محتاج ان يكون عندي عدد اقل عشان اعرف اعلمه، لانه الفصل اللي فيه في المتوسط 60 70 80 90 في محافظات متوسط عدد الطلبه في الفصل 90. طب هيتعلموا ازاي؟ لو ما كانش 90، لو كان 60، لو كان 50، لو كان 40، طيب يبقى انا عارف ان دول مش هتعلمه. فيبقى هتكلم على انه الشباب قوه ازاي اذا كان الشباب ده جزء كبير منه مش متعلم او مش مؤهل كويس، غير مؤهل. غير مؤهل. لو الشباب ده قدرنا ناهله اهلا وسهلا بالزياده السكانيه، لكن المشكله ان احنا مع هذا العدد الضخم اللي بيصب كل شويه في المجتمع مش قادرين نعلمه تعليم عالي، فتعليم متميز. لو في تعليم عالي متميز فلازم الاول نقفل هذه الحنفيه شويه لغايه لما نعلم الناس ونقدر ان احنا نقدم لهم امكانيه تعليم جيد، وفي هذا الوقت بقى ممكن يعني التفكير فيه. لكن عايز اقول لحضرتك انه ال 2 مليون او ال 2 مليون وربع مولود كل سنه دول هم دول يعني طفل اول ولا تاني ولا تالت ولا رابع ولا خامس. اذا كانوا طفل اول لا باس طبعا، من حق كل اسره انها تنجب طفل او طفلين، لكن اكثر من طفلين في واقع الامر يمكن اكثر من تلتهم طفل رابع او تالت. فلو احنا بنقول، وانا اذكر انه سياده الرئيس من عده سنوات قال الجمله دي وكانت جمله يعني تلقائيه جدا، يا جماعه اللي عنده طفلين خلاص كفايه كده، اللي عنده طفل واحد يستنى شويه، يعني مش ضروري يخلف كل سنه طفل يعني. فهي الفكره انه لو كانت الاسره فيها طفلين وتوقفت عند هذا كان هيكون عدد المواليد في مصر كل سنه حوالي 1 مليون، احنا عندنا 2 مليون، فاحنا عندنا 1 مليون زياده
بيجوا كطفل ثالث او رابع او خامس. فلو الاسره المصريه اقتنعت بالاكتفاء بطفلين هيبقى سهل جدا انه التعليم يجيب نتيجه، فبالتالي يبقى الشباب دول يعني معدين اعداد صح سليم، هتبقى قوة إيجابية وليست قوة سلبية. حضرتك بتقول لو، كيف نحقق لو؟ شوفي حضرتك، هو العالم كله مشي في مسارين، مسار تطوعي في الالتزام بالأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات، ومسار إجباري زي الصين مثلا. الصين حطت قانون بأنه الاكتفاء بطفل واحد. احنا صعب ان احنا نحط مثل هذا القانون، يعني هيبقى صعب ان احنا نعمل حاجة إجبارية. لكن انا بقول انه لازم، يعني احنا مقبلين على الزياده السكانيه. انا كتبت مقاله مره سميتها انتحار جماعي. يعني لانه اللي بيحصل ده انه لو انا عندي دوله امكانياتها محدوده، الارض الزراعيه فيها قليله، الميه فيها مشكله، بنستورد كثير من غذائنا، وبعدين مش قادرين نعلم الولاد لانه كثافه الفصول عاليه، يبقى المنطقي ان احنا نقلل عدد الافراد في الاسره بالاكتفاء بطفلين. احنا مش بنقول طفل واحد ومش بنقول بلاش اطفال، بنقول طفلين. اعتقد انه يعني لابد ان هذه الرساله تكون واضحه لدى الاسر المصريه في جميع مستوياتها وجميع. طب فلنتكلم يعني ببعض الصراحه، انه الخطاب الديني عكس ما تقوله على الاطلاق. يعني انا هقول حاجه، انا يعني ليا رأي مختلف شوية في حكاية الخطاب الديني. أنا بعتقد أنه الناس بتختار الخطاب الديني بشكل انتقائي. يعني إذا كان الخطاب الديني بيتفق مع توجهاتي ورغباتي وبتاع فبركز عليه، إذا ما كانش ما بتغاضى عنه. وأنا هقول يعني حاجة، أنه الخطاب الديني المتشدد بيقول أنه استخدام وسائل تنظيم الأسرة بيحرمه. كويس؟ طيب هو الناس في مصر بيخلفوا 10 و15؟ ما هو لو وسائل تنظيم الأسرة محرمة على الإطلاق ممكن كل أسرة تنتهي بقى بعشرة 15، لكن هم في واقع الأمر وبيقفوا عند 4 أو 5. يعني معظم الأسر المصرية ما بتزيدش عن 5. ليه؟ لأن هو شايف إن هو عايز ينجب 4 عشان 2 قليل، عشان لما أكبر يبقى مش عارف إيه، لو حد سافر يبقى في حد موجود. يعني هي منظومة اجتماعية أكتر منها منظومة دينية. أنا بعتقد أنه التوعية الكافية، لكن كمان لازم أقول أنه تقديم الخدمات بجودة عالية وإتاحة الوسائل لكل الناس في كل المناطق دي ضرورة أولوية حكومية لا يمكن التنازل عنها. والأبحاث بتقول أن في حوالي 12% من الولادات بيكون غير مرغوب فيها، بمعنى أنه الأب أو الأم يعني الأهل بيكونوا مش محتاجين طفل تاني، يكونوا خلاص اكتفوا، ولكن لنتيجة لعدم وجود وسائل أو لفشل في الوسائل أو لعدم وجود استشارات كافية فبيحدث الحمل، فبيبقى حمل غير مرغوب فيه. 12% من 2 مليون يعني احنا بنتكلم على حوالي 250,000 مولود. فلو يعني حضرتك شايف إن في مدخل للحل؟ في مداخل متعددة للحل، يعني أنا وجهة نظري. طب لماذا لا نقوم بها، أو يعني لماذا لا نأخذها في حسباننا؟ يعني أنا أظن إنه ملف السكان هو ملف موزع على القبائل، مفيش حد مسؤول عنه. يعني عندنا مثلا زي ما حضرتك بتقول وزارة الصحة والسكان، يعني أحيانا بتساءل ما الصلة بين الصحة والسكان؟ يعني هو تم الاصطلاح على انه السكان تتحط مع الصحه، ده يعني مدخل ممكن يكون، ده بديل ماهوش مش سيء. هقول لحضرتك ليه مش سيء، لانه وزاره الصحه هي المسؤوله عن توزيع الوسائل لتنظيم الاسره، فهي المسؤوله عن المنظومه الصحيه لا سيما في الوحدات الصحيه الحكوميه الى اخره. طبعا البديل الاخر انه ننظر الى السكان نظره اكثر اتساعا، بحيث انها تكون نظره تنمويه بالدرجه الاولى، بتاخذ في الاعتبار عمل المراه. يعني مثلا عمل المراه مرتبط بشكل كبير جدا بانجابها، يعني الانتاجيه والانجاب مرتبطين ببعض. اذا كانت المراه لا تعمل فممكن ده يخليها يشجعها انها تنجب اكثر. طب واذا ايضا يعني نظره اخرى، لو قلنا انه عدد الشباب في سكان مصر عدد كبير جدا جدا، في بعض الدول استغلت هذا وجعلته قوة إنتاجية كبرى، يعني مش لازم دايما نبص لهذا الموضوع على أنه مأساة، من الممكن أن ينتج شيء جيد إذا ما يعني وجهناه
توجه اخر. ما هو الزياده السكانيه ممكن تكون منحه وممكن تكون محنه. ايوه. فازاي تبقى منحه؟ ان احنا اولا يكون عندنا تعليم جيد. أيوة. يقضي الناس دول كلها. مهم جدا. بس اذا ما كانش قدرنا نعلم كل الناس تعليم جيد فلازم يكون في تدريب تحويلي، ولازم يكون في فرصه للناس انها يعني يبقى في مسانده للمشروعات الصغيره اللي ممكن تنمو بسرعه، للابداع، للافكار الجديده الى اخره. التعليم الفني لازم يكون افضل من كده. فبس هي عايز اقول انها يعني هي منظومه متكامله مكلفه، ما ينفعش مسؤول عنها وزاره واحده. ايوه دي صحيح. دي مسؤوليه، ومش عايز اقول دي مسؤوليه الحكومه بس، دي مسؤوليه كمان كل المجتمع. يعني المجتمع المدني لازم يلعب دور، القطاع الخاص لازم يلعب دور الى اخره. يعني هي ليست مساله الدراما التلفزيونيه. دراما التلفزيونيه، حضرتك تذكري زمان الدراما التلفزيونيه؟ يعني انا بسال سؤال، منذ فيلم افواه وارانب في كم فيلم طلع بيتكلم عن المشكله السكانيه مؤثر؟ ما اعتقدش انه في افلام كثيره طلعت. يعني انا فاكر في ثلاث افلام طلعوا في هذا الوقت ورا بعض، افواه وارانب وام العروسه وفيلم ثالث. من بعد كده مفيش اعمال دراميه. حتى لو يعني مع تحليل هذه الافلام ليست كلها مع تحديد النسل يعني. طيب مظبوط مظبوط. يعني في افلام بتدي كانت ضد هذه السياسه تماما. مظبوط. وطبعا دلوقتي الاعلام اصعب لانه احنا بنتكلم على السوشيال ميديا، مفيش التواصل يعني الاعلام الاجتماعي مالوش سيطره، يعني مفيش حد مسيطر عليه او مفيش حد بيخطط له، فممكن اي حاجه تتقال فيه. لكن زي ما حضرتك قلتي مثلا طاقه الشباب في الاعلام الاجتماعي ممكن توظف بشكل جيد، لانه ممكن برضو يعني في مواقع كثيره وفي منصات كثيره فيها مثلا مليون واحد مشترك فيها، اي رساله بتطلع ايجابيه ممكن يكون لها تاثير جيد جدا على مجتمع كبير. وايضا الرساله ان كانت سلبيه بتؤثر طبعًا ايضا. طبعا احنا نتمنى بقى انه يبقى في يعني ناس متطوعين حتى يكونوا بيطلعوا رسائل ايجابيه ويعملوا هذا العمل، يسندوا مع الدوله، يعني ما تبقاش مجرد انها بنقول الحكومه ووزاره اعلام ووزاره صحه وخلاص. لا، احنا بنتكلم على منظومه اوسع من كده. منبعها الاحساس بالخطر، انه ما نقدرش نكمل بالزياده السكانيه بهذا المستوى لانها تلتهم اي نتائج للتنميه. طبعا حضرتك قلت دلوقتي في موضوع حل هذه المشكله او يعني احد الحلول، في حاجه اسمها النشاط التحويلي. حضرتك قلت التدريب التحويلي. يعني أو مثلا التدريب التحويلي، احنا عندنا طبعا مشكله في التعليم الجامعي انه في نسبه كبيره بتدخل كليات نظريه كبيره العدد، ويمكن ما بتاخدش المهارات اللي مطلوبه في سوق العمل، ويمكن التخصص بتاعها مش مطلوب، فبتجد نفسها لا تجد عمل. يعني كليات النظريه في طبعا فائض كبير منها ما بيجيش فرصه في سوق العمل. فهنا التدريب التحويلي مهم، ان انا ادربه على حاجه تانيه، على مهنه اخرى. المهن النهارده احنا لو بصينا على كل الدراسات بتتكلم على مهن المستقبل، مهن المستقبل مختلف عن مهن الحاضر. مش بالضروره اللي دخل درس هندسه النهارده هيشتغل في الهندسه بعد 10 سنين، ممكن يشتغل في حاجه تانيه خالص. وفي مهن كثيره ظهرت ما كانتش موجوده قبل كده، ونتوقع ان مهن كثيره هتظهر ما نعرفهاش دلوقتي. فالتدريب التحويلي من وجهه نظري هو انه ازاي يعرف يفكر، ازاي يعرف يعمل حاجه جديده، ازاي يعرف يعتمد على نفسه، ازاي يعرف يدير مشروع. كل هذه المهارات بغض النظر انا متخرج من حقوق ولا من تجاره ولا من هندسه ولا من طب ولا من صيدله. المهارات دي ما بتدرس في الجامعه بطريقه طبعا كافيه. فبالتالي التدريب التحويلي ممكن يحول جزء كبير من هؤلاء الشباب الى شباب. كنا في نموذج عاملاه جامعه القاهره على التغير المناخي. لا تتخيلي حضرتك الطلبه اللي اتدربوا دول بيتكلموا ازاي ويفكروا ازاي، يعني حاجه مبهره بصراحه. ودول خريجي جامعه القاهره، ما هماش خريجي جامعات اجنبيه ولا حاجه، التعليم العادي اللي موجود عندنا الحكومي، لكن ممكن يطلع منه في يعني نسبه مش قليله ممكن يكونوا يعني قاده في مجالاتهم، وممكن يعملوا تغيير في المجتمع، في الصناعه، في الزراعه، في التجاره، في الاي تي، في كل حاجه. يعني هذه الفكره خاصه بالطلبه الجدد يعني لسه ما دخلوش سوق العمل بالظبط. لكن فعلا كان في تجارب كتير في دول كتيره
التزمت بموضوع التدريب التحويلي. صحيح. يعني في مهن لم تعد مطلوبة. صحيح. وبالتالي في أشهر من التدريب في مهنة أخرى ثم يجد عملا ويجد دخلا. صحيح. لماذا لا نقوم بها يعني؟ يعني أنا وجهة نظري أنه ما بنقومش بيها صح غير في نطاق ضيق. أنا عارف طبعا أن في شركات صناعية لديها مدارس وبتعمل هذه العملية وناجحة جدا فيها، والناس اللي بتلتحق بيها بتلاقي وظائف جيدة وعمل لائق وكل حاجة، لكن لازال الحجم بتاعها قليل. أنا وجهة نظري أنه إحنا مشكلتنا أن إحنا لما بنيجي نعمل برامج التدريب بنعملها برامج تدريب غير عميقة. يعني أدرب 1,000,000 واحد تدريب سطحي كده، ولا أدرب 100,000 واحد تدريب عميق تغير حياته. أنا أفضل أن أدرب عدد قليل بحيث أن هم دول حياتهم تتغير ويكونوا أفضل حتى يصبحوا حتى يعني قدوة للآخرين. وبعدين على فكرة الناس اللي بتعمل هذه القفزات مش هي بس اللي تستفيد، أسرها بتستفيد، وأحيانا القرية الجاية منها أو المجتمع اللي جاي منه بيستفيد لما مشروع ناجح وفي مكان في قرية معينة مثلا، ممكن القرية كلها يحصل فيها نقلة. فلازم نفكر في يعني فكرة أنه الكتلة الحرجة اللي تكون متعلمة تعليم عالي أو تدريب متميز، وهي دي اللي هتعمل التغيير في المجتمع بتاعها. بتصلوا للناس إزاي؟ احنا يعني شوفي حضرتك، هو استطلاعات الرأي بتتم بعدة طرق. الطريقة الأولانية بالاتصال مباشر، والطريقة الثانية مباشر بمعنى ان انا اروح اخبط على البيوت واخد رأي الناس، اسألهم عن رأيهم، وده طبعا يتطلب الحصول على موافقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عشان الوضع الأمني. يعني أيوة. ما يبقاش أي حد بيدخل يخبط، لا لازم يكون معاه تصريح أو معاه قرار. الطريقة الثانية هي بالتليفون، أن أنا أتصل بيه بالتليفون وأعمل معاه استطلاع رأي مقابلة تليفونية، أو بالإنترنت من خلال الإيميل أو الإنترنت، وده طبعا بيبقى يعني بيوصل لشريحة قليلة يعني محدودة من المجتمع اللي هي بتستخدم الكمبيوتر، طبعا ما اقدرش اوصل لحد امي مثلا من خلال الطريقه دي. فالطريقه اللي احنا بنشتغل بيها اكتر هي التليفون، والتليفون عالميا هو طبعا اسرع وارخص وسريع، يعني بيطلع نتائج بسرعه. فمعظم استطلاعات الراي بتاعتنا بتتم من خلال التليفون، والتليفون احنا بنتكلم على التليفون الارضي او التليفون المحمول. طيب يعني بتصلوا لعدد قد ايه؟ يعني احنا يعني مثلا بتتعاملوا خلال السنه أقول أنا اتصلت أو خاطبت أو أخذت يعني نوع من أنواع الإجابات من كام واحد؟ يعني مثلا في الاستطلاع الواحد إحنا بيتراوح على حسب التفاصيل بتاعته وعلى حسب المجتمع المستهدف منه من 1,500 ل 6,000. في استطلاعات رأي بتبقى ليه 1,500 وليه 6,000؟ لو أنا مثلا عايز أطلع النتائج على مستوى الجمهورية كلها بس، ولا عايز أطلعها على مستوى المحافظة؟ فلو عايز اطلعها على مستوى كل محافظه فبحتاج عينه اكبر. ده يعني باختصار يعني. لكن ازاي بنختارهم هو ده الاهم. أيوة. لانه العدد لوحده مش كافي، يعني لازم نختارها بطريقه تبقى ممثله للمجتمع، يعني تبقى يعني ازاي بتختارهم ومن اين؟ يعني التليفونات في ارقام تليفونات، سواء ارقام تليفونات الارضي او ارقام تليفونات المحمول، فاحنا بنولد ارقام عشوائيه بحيث ان احنا نطلب الناس ما نعرفش هم مين. يعني ممكن يبقى أنا ولدت أرقام كده، فالتليفون رقم التليفون اللي أنا ولدته ده ممكن يطلع لحد مسؤول أو حد مش مسؤول، ما نعرفش هو مين يعني. فبالتالي ده بيكون لنا عينة عشوائية، والعينة العشوائية مفروض مع حجم عينة معين بتبقى ممثلة المجتمع، بحيث أنها بيبقى فيها ذكور وإناث، بتبقى موجودة في المحافظات المختلفة، موجودة في الأعمار المختلفة إلى آخره. وطبعا يهمنا برضو المستويات الاقتصادية المختلفة، لأنه المستويات الاقتصادية المختلفة لها اهتمامات مختلفة، وربما تبقى رأيها في السؤال اللي احنا بنسأله مختلف، سواء الاختلافات من ناحية الثقافية التعليمية الدخل إلى آخره. فإحنا بنحاول احنا نعمل المنهجيات السليمة اللي توصلنا لحجم من الأسر أو الأفراد اللي تدينا بيانات معبرة عن المجتمع. وفي استجابة من الناس؟ الاستجابة إلى حد ما عالية، يعني في مصر عادة استجابة التليفون أعلى مثلا من أوروبا بكتير، لأنه أوروبا فيه يعني بيسمى التعب من أو الإنهاك من كثرة استطلاعات الرأي، فالناس ما بتبقى مش عايزة تضيع وقتها في حاجة زي كده.
أنا فاكر أول تجربة بدأناها في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما كانتش المشكلة الناس تستجيب، كانت المشكلة إنها تخلص المكمل، إنه الناس كانوا بيبقوا سعداء قوي الحكومة بتكلمهم فيبتدوا بقى يقول لك طب ده على فكرة ده أنا ابني يتخرج بقى له 3 سنين ولسه ما لقاش شغل، مش عارف يعني بيعرض مشاكله بيعرض طبعا. مشاكله. فكمان بتبقى وسيلة لقيام الناس بالتعبير عن نفسهم وعن مشاكلهم بالإضافة للإجابة على الأسئلة. يعني قطعا لحضرتك أمنيات في هذا المجال في السنوات القادمة إن شاء الله، ما هي؟ يعني أنا أتمنى أنه ثقافة استطلاع الرأي العام تنتشر بشكل أكبر، أتمنى أنه الأجهزة التنفيذية في الحكومة على وجه التحديد ياخدوا هذه النتائج ويستفيدوا بها أكتر، لأنه أنا بالنسبة لي ما يعني السعادة بتاعتي هو أنه يعني دايما الإحصائي السعادة بتاعته هو أن الأرقام اللي بيطلعها حد يستفيد بيها. أيوة. يعني مش أنها تبقى يطلعها وخلاص، فكلما كان تم الاستفادة بيها وتم مثلا تكرارها بدورية معينة عشان نعرف الاتجاه العام حصل له إيه، حصل تحسن حصل تراجع إلى آخره. في بعض المسؤولين يعني مثلا أحيانا نفسهم يعني بيتكلموا ويسألوا تفاصيل، يعني بيطلبوا من حضرتك مثلا أنك وأنا تقوم بهذا في اتجاه معين. أنا عادة ما بتعاملش مع الحكومة مباشرة للحفاظ على استقلالية المركز، لكن أنا هقول لحضرتك مثلا إحنا ما عملنا حاجة على الخدمات اللي تقدم للجمهور، فأذكر مرة كلمني دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وأنا يعني طبعا أعرف اسمه بس ما كنتش أعرفه شخصيا يعني، وقال لي حاجه لطيفه، قال لي يا دكتور ماجد انا طول عمري الاولاني في الجامعه في كليه الهندسه وفي بتاع، فدايما بجيب النمر النهائيه، فانا لقيت انه الراضيين عن خدمات الكهرباء في هذا الوقت كانوا حاجه و70%، انا عمري جبت 70% وضحك هو طبعا جميل. شخصيه جميله يعني. فانا الحقيقه قلت له انه الفتره دي كان فيها فتره في زياده تعريفه الكهرباء، يعني زياده اسعار الكهرباء، والناس ما بيقدروش يفصلوا ما بين جودة الخدمة وسعرها، فهم بيردوا رد إجمالي عن الرضا عن الخدمات، لكن الحقيقة الخدمات الكهرباء يعني الكهرباء بصفة عامة الرضا عنها كان في تزايد، لكن الدكتور شاكر كان شايف إنه النسبة لازالت يعني قليلة، كان يحب إنها تكون أعلى من كده. ده مثال ومسؤول يعني عنده اهتمام ب طبعا يعني معرفة رأي الناس ده شيء هام جدا، شيء هام جدا. دكتور ماجد يعني نشكر حضرتك. أشكرك. الحقيقة استفدنا معلومات كثيرة جدا في هذه. أشكرك وأنا بحيي حضرتك على البرنامج. شكرا. الجميل اللي حضرتك بتعمليه. شكرا. ويعني بالتوفيق دايما فيه. شكرا جزيلا. أشكرك دكتور. في الختام أشكر ضيفي الكبير الأستاذ الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر.